وعلى السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا مسجد في مدينة بوسعادة، روعة روعة ما يكون. شوف قباب متراكبة على بعضها، فيه 9 قباب متراكبة على بعضها الطريقة العثمانية. مساجد نجدها بهذا الشكل في الفن العمراني العثماني في تركيا. والله حتى ولو فيه يعني فيه مبالغة في الألوان، فيه نوع من المبالغة في الألوان، إلى أنه الشكل الهندسي رائع. هذا مسجد الكبير يقع في مدينة بوسعادة. نشوف الأعمدة مغلفة بالرخام، مغلفة بالرخام وبالثلج الفايونس. يعني مسجد رائع. إذن هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.